وانتشارها الواسع في شبه الجزيرة العربية ونجاحها في إرساء الاستقرار والأمن والحكم الرشيد أدى إلى النقمة عليها، لذا بدأ البعض بإطلاق مصطلح الوهابية على تلك الدعوة لتنفير المسلمين من هذه الدولة ومادة صحيحة. وأنا هنا أدعو الجميع للعودة إلى تراث الشيخ محمد الوهاب والبحث في ثناياه عن أي شيء يخالف الكتاب والسنة النبوية المطهرة، ولن يجدوه أين الجديد أو الاختراع في هذه الدعوة حتى يطلقون عليها أشناء الألقاب والصفات ويصمونها تتضمن أشياء غريبة خارج الدين الإسلامي. قال الملك عبد العزيز رحمه الله كما جاء في صحيفة أم القرى: يسمون الوهابيين، يسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة كان يبثها أهل الأغراض. ونحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد عبد الوهاب الجديد، فعقيدتنا عقيدة السلف الصالح اللي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح. ونحن نحترم الأئمة الأربعة، لا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة.